السلام عليكم، مرحبا بكم في عندي في قناتي لمسة سعاد، وإن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى ألف خير. لعشاق المعجنات عندي لكم اليوم وصفة اللازاني. المقادير كنحتاجو 4 طماطم محكوكين، 350 غرام ديال الكفتة، بصلة كبيرة مشلضة، جوج ملاعق ديال صلصة الطماطم، قزبر ومعدنوس، توابل عندنا الملح، فلفل احمر، ابزار، والزعتر مطحون. عندنا اللازاني. بالنسبه للبيشاميل كنحتاجو جوج ملاعق ديال الزبده، 3 ملاعق ديال الدقيق، وحليب 800 مللتر. الفرماج عندنا احمر محكوك، وجبنه الموزاريلا. الطريقه كناخذو واحد المقلاه كنوضعو فيه البصل، كنخليوه حتى كينزل شي شويه، عاد كنضيفو ليه كنضيفو زيت الزيتون، كنحركو جيدا. ثم كنضيفو الكفتة، نبقاو نحركو فيها حتى كتنزل حتى هي. ثم كنضيفو التوابل، فلفل احمر، ابزار، والزعتر مطحون، شويه ديال الملح. كنخلطو حتى تمتزج العناصر كلها مع بعضها. ثم كنزيدو مطيشة محكوكة، جوج ملاعق ديال مطيشة، ثم كنضيفو كأس، تقريبا كأس ديال الماء. ونخليوه حتى كيطيب. ملي كيطيب نحاولو انه من الماء ديالو ما تشربش كله، نخليو فيه الماء، لان داك الماء هو اللي غادي نستعملوه باش يطيب، غيعاون يطيب لي لازاني ديالنا في الفرن. في مقلاه كنوضعو الزبده، جوج ملاعق الزبده، ملي كدوب الزبده كنضيفو 3 ديال الملاعق ديال الدقيق، نحركو جيدا. ثم كنضيفو الحليب،
كون بقوا نحركوا. باش ما يلتصقش الدقيق في التحس ديال الكسرونه، ثم كنحكوا عليه شويه ديال الجوزه والملح. نخليه حتى كيعقد بهذا الشكل هذا وكنطفيو عليه. كناخذوا المول اللي غادي ندخلوا الفران، كنوضعوا لاصوص ديال المطيشه والكفته اللي عندنا هو الاول، عاد كنستفوا داك لي لازان، كنوضعوا فوق منها لاصوص ديال الكفته مطيشه، كنزيدو شويه القزبر المعدنوس، ثم الفرماج. عاد كنزيدو صوص بيشاميل. بهذه الطريقه كنبقاو ماشيين حتى كنحصلوا على ثلاثه ديال الطبقات. اخر طبقه غتكون هي لاصوص بيشاميل والفرماج، وكندخلوه للفرن لمده 25 حتى 30 دقيقه تقريبا. بهذه الطريقه كنكون وجدنا طبق ايطالي رائع ولذيذ. كنتمنى ان الاعجاب ديالكم وتجربوه، وما تنساوش تشتركوا معايا في القناه، تضغطوا على صابوني او سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله، وشكرا جزيلا.